تنظم المؤسسة الاستشفائية الأم وطفل دوبورت يوما مفتوحا حول داء السكري من الصنف الأول عند الأطفال، وذلك لفائدة جميع المواطنين وأطفال ولاية دوبورت. تتم من خلال ورشة خاصة بالتغذية والتشخيص، وورشة خاصة بالجانب النفسي عند الأطفال. من خلال هذا اليوم يتم التطرق إلى كيفية الوقاية من هذا المرض، أعراض هذا المرض، كيفية التشخيص والعلاج.